احنا دائما نسمع انه الحشد في دائرة الاتهام، مهجوم عليه بالضبط، ابدا مرضي عنه. والله العظيم انا دا احكي على مستوى دولي، على مستوى كل اعقل العقلاء انا الحشد، واقوى الاقوياء انا الحشد، واكثر من هو مرضي عنه هو الحشد. مو ليش مرضي عنه؟ ليش دا يقدم لعقلائيته؟ اصلا هو الحشد عين العقل، الحشد شعبي ومرجعي شرعي وقانوني. وين تلقى ثلاث اركان في اي تشكيل الان بالدنيا؟ حتى بالعراق لا تشكيل من التشكيلات اللي يستند الى ثلاث قواعد اساسيه بالمجتمع العراقي: مرجع، افتى، شعب استجاب، وحكومه اقرت له قانونا. من يبني هاجمه؟ ما يعني الا اللي ما عنده عقل. ايش تسوي لهم دول؟ نتركهم الحال. قبل فتره صورت الكثير من المناطق على مستوى بغداد، طبعا اكيد بالمحافظات ايضا نتابعها من خلال رصدنا. هنالك خدمات تقدم، انت بليط، مجاري، مي، ابناء الحشد يقدمون خدمات جليه حقيقه. من يقف وراء هذه الخدمات؟ الحشد، حاج ابو مهدي. حاج ابو مهدي بمجرد انتهاء الصفحه العسكريه نهايه 2017 سخر 70% من جهد الحج الشعبي لخدمة أولا عموم الناس، وثانيا عوائل الشهداء والجرحى في الحج الشعبي وحتى في القوات المسلحة. الحج الشعبي هو للسلم والحرب. الإمكانات اللي توافرت بالحج الشعبي والخبرة التراكمية اللي اكتسبها خلال فترة مكافحة الإرهاب مكنتها أن يكون رقم بالساحة العراقية، قد يكون موازي لإمكانات الدولة العراقية.